يسعدني أن أستقبل الأستاذ الكاتب والمهندس أحمد السلطان، وهو صاحب كتاب تحريك الساكن، تأملات في الإيمان والإنسان، لنتأمل معه ثقافيا وإنسانيا وحضاريا. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك في القناة الثقافية. أهلا بكم الأخوة المشاهدين. بدءا، كيف تجد أجواء المعرض هذا اليوم؟ يعني نحن نعيش يوما ثانيا مزدحما جدا، والأعداد تتوافد بشكل كبير. لم تكن مفاجأة لي حقيقة، ليست هذه أول زيارة لمعارض الكتاب. بلدنا ولله الحمد يعني للثقافة والعلم في سوق كبيرة، ويشهد على هذا الميدان الآن الذي أنتم فيه. جميل. لم تكن أبدا مفاجأة لي أن أرى هذا الزحام وهذا. جميل. أنت حاضر في معرض الكتاب من خلال نسخه السابقة، ما الجديد الذي تعتقد أنه وجد في المعرض هذا العام لم يكن موجودا في العام الفائت؟ ما الذي لفت نظر أحمد السلطان كثيرا؟ قد لا أستطيع الحكم من خلال الساعات الأولى هذا اليوم، وإنما لعل التنظيم كان أفضل، الوصول إلى الأركان، الدور النشر، خرائط الإيضاح أيسر. جميل. هذه الزيارة الأولى لك للمعرض هذا العام؟ نعم. جميل، نرجو أن لا تكون الأخيرة إن شاء الله، وأن تبقى في المعرض طويلا. إذا اسمح لي أن نتحدث قليلا عن تحريك الساكن، تأملات في الإيمان والإنسان. من خلال هذا الكتاب أستاذ أحمد، أردت أن تقدم بطريقة يعني دعني أقول ثقافية أو فلسفية إلى حد ما، رؤيتك أنت وتأملاتك لمجموعة من القضايا المتعلقة بالإيمان والإنسان. صحيح. من خلال الحج والصوم والمرأة وسواها، ما الجديد الذي تعتقد أن أحمد السلطان سيستطيع أن يقدمه في هذا الكتاب، خاصة وأن موضوعا كهذا طرق كثيرا من خلال كتابات وحوارات سابقة؟ هذا صحيح. هذا السؤال يختصر هدفي الأساسي من خلال هذا الكتاب، الذي آمل أن يحققه هذا المجهود المتواضع، وأن يذكر الإنسان بالدرجة الأولى بأهمية قضية الإيمان. نحن هنا يعني في كمسلمين نؤدي فرائضنا، دعني أقول برتابة أحيانا، وواجباتنا الدينية، وندرس مباحث العقيدة في الكتب وفي مناهجنا الدراسية من مقل ومن مكثر، لكن نادرا ما تجد تأملاتنا، تفكرنا بالإيمان بعمق وبالأثر الذي ممكن أن يتركه في النفس البشرية. كل ما أحاول أن أقوله هنا أنه لابد للإنسان أن يدرك أن الإيمان بالله عز وجل مسؤولية فردية لا يشارك فيها أحد، لا يجوز للإنسان أن يعتمد على آخر في هذه القضية، فيجب أن يستنزف طاقته التي أعطاها إياه الله سبحانه وتعالى، عقله والكون من خلاله والوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما وصل إليه، أن يوظف هذه الموارد كلها في تنمية إيمانه وتعميقه. جميل. حتى ينعم بثمرات هذا الإيمان، لأن الإيمان الحقيقي له ثمرات مذهلة على النفس البشرية، سكون وهدوء ويقين واطمئنان واستقبال لأحداث الدنيا كلها براحة كبيرة. فأعتقد بأننا نعاني من هذا الجانب. أطرح على القارئ أن يعيد النظر في بعض مسلماته، وأرجو أن يجد فيه بعض الفائدة. جميل. حينما نقول تحريك الساكن، كأن هذا يوحي يعني مرحلة تتعدى الرتابة إلى الجمود إلى حد ما، وهذا يبدو لي ليس موجودا في داخلنا يعني إلى حد كبير. الذي أقصده من خلال هذا العنوان هو يقين عندي، وأظنه أمرا مسلما بليس فقط وجهة نظر شخصية، وهو أن الأصل في هذا الكون كما خلقه الله هو الحركة وليس السكون. وهناك أيضا الفيزياء الطبيعية تؤيد إلى حد كبير هذا المبدأ. فأي ساكن لابد أن ندفعه ليتحرك حتى ننعم بما لديه، حتى الورد إذا أردت أن تشمه لابد أن تحركه كما يقول. جميل. تأملات في الإيمان والإنسان، يعني الإنسان هو المعني الأول بقضية الإيمان، لكن لماذا هذا التأمل فقط على مستوى الإيمان والإنسان؟ يعني أتوقع مثلا أن تقيس التأمل على مستوى الحياة، على مستوى الأثر، على مستوى الدنيا مثلا، ألم تفكر في شيء كهذا؟ الذي يهمني من خلال هذا الكتاب هو الإنسان بدون شك.
لا، هذا الكتاب له ثلاث جوانب يعني أقول، وهي الإيمان يحظى بالنصيب الأهم، ثم الإنسان، ثم ما مجموع الإنسان اللي هو المجتمع. لكل قضية من هذه القضايا ارتباطها الوثيق بالقضية الأخرى. أنا أعتقد اعتقاد جازم بأنه الإنسان غير المؤمن يعيش في هذه الدنيا دعني أقول على هامشها، مهما قدم مهما عمل. جميل أستاذ أحمد، إلى أي مدى أنت تراهن على أن ما تقدمه من رؤية ثقافية في هذا الكتاب لمجموعة قضايا إيمانية يمكن أن تعيد التفكير في تناول هذه القضايا على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الثقافي؟ قد يحكم الإنسان الرسالة لكن لا يستطيع الحكم بالتلقي، يعني هذا أمر أنا أطرحه في الساحة الثقافية وأرجو إن شاء الله. لكن هل تتوقع أن يغير شيئا؟ بدون شك أن الإنسان عندما يقدم مشروع إذا لم يكن يتوقع أن يحدث تغيير فمن الأولى أن لا يبدأه من أصله. أتوقع إن شاء الله له القبول وأن يحدث تغيير عند من يقرأه بإذن الله. جميل، مثل هذه الإصدارات التي تتجه إلى الفكر أكثر، تتجه إلى تعميق الرؤية، هل تعتقد أن حظها من الإقبال الجماهيري سيكون وافرا ومتاحا، يعني بالقياس مثلا إلى الكتب الإبداعية الشعر والرواية وسواها؟ أعتقد أنها بدأت تكسب أرضية السنوات الأخيرة، وربما تكون الإحصاءات لدى دور النشر، لكن من خلال فقط يعني رأي عام من بعض الصالونات الأدبية ومجالس الزملاء أرى أن القضايا دي بدأ يعني لها قبول أكثر مما كانت من ذي قبل كثيرا، وربما تحكمها قضايا أخرى مثل وفرة الوقت صار عند الناس أو التشبع من قضايا الشعر وقضايا البرامج التلفزيونية، قد تكون الناس بدأت تفكر بجدية أكثر. جميل، كيف تقيس يعني نحن اليوم في اليوم الثالث أو الرابع من معرض الكتاب، كيف تقيس حجم الشراء والإقبال على الكتاب أم أن الأمر ما زال يحتاج إلى أيام حتى تتضح هذه أنا لا أملك إحصاءات حقيقة، هذا أمر يتطلب إحصاء وإحصاء مقارن مرجعي بمعنى أنه ممكن يحال إلى سنوات سابقة بأيام سابقة. جميل، ويمكن أن ترصد ردود الأفعال حول هذا في المستقبل القريب إن شاء الله، وهذا ما نرجوه يعني. بدون شك. أستاذ أحمد، اليوم حضور الكتاب هنا في معرض الرياض الدولي للكتاب أصبح على أهمية كبرى لدى كثير من المؤلفين الذين يحرصون على أن يأتي كتابه متزامنا مع المعرض، ماذا عنك؟ أنا صدفة، لكن يعني أشكر الله سبحانه وتعالى ثم العبيكان اللي نشروا الكتاب أنهم رتبوا وقته بأن يكون مع معرض الكتاب، وأعتقد أن هذا عنصر نجاح إن شاء الله. هذا الإصدار الأول لك أستاذ أحمد؟ هذا الإصدار. هل لديك مشروعات كتابية أخرى تعتقد أنها يمكن أن تتشكل في المستقبل؟ بحول الله وقوته. أكشف لنا عنها هنا في الثقافية أو عن شيء منها. لدي الآن فكرة عن كتاب عن الاستدامة، الحقيقة أنا قلق على موضوع الاستدامة التنموية في بلدنا المملكة العربية السعودية، وأرجو أن أوفق في إعداد مادة الكتاب قريبا إن شاء الله وطرحها. جميل، ما الذي يدفع إلى أمر كهذا؟ أي متأمل طبيعة حياتنا كسعوديين يلاحظ أن هذه القضية، قضية الاستدامة، لا تحتل المكانة التي يجب أن تحتلها، وربما أن هذه تنطلق من كونك مهندسا يعني، والأمر قريب إلى حد ما من التخصص. ممارسات المهنية وعمل الحكومي الرسمي عبر أكثر من 30 عام ما شاء الله. نعم، أكدت بدون شيء كانت وراء هذا. نعم، ولذلك سيكون مخاض التجربة أقوى فيما لعله وعسى أرجو ذلك. يعني وجود الكاتب اليوم في مقر عمل مهني يبتعد كثيرا عن مجال الكتابة أو إلى حد ما عن موضوع الكتابة، نحن إذا تناولنا تحريك الساكن سنلاحظ أنك يعني تعمل مهنيا في جانب وتكتب في جانب آخر تماما، هل تتعارض هذه الأمور مع بعضها؟ هل تجد تصادما بين فكرة الوظيفة المنتمية إلى مستوى مهني بعيد عن الكتابة وفكرة حضور الشغف الكتابي لديك؟ هذا طرح جميل، أنا أعتقد بأن الإنسان يجب أن يعني يتمتع بالقدرة على التكيف،
إذا دخل مكتبه للعمل يكون بصرامة العمل الحكومي ونظاميته وانضباطه وإخلاصه لوطنه ومصلحته العامة. ثم إذا ذهب إلى مجال آخر كمجال الفكر يسيح في الأفق الفكر دون قيود ولا تعارض مطلقا في رأيي، بل إن تجربة العمل الحكومي تثري مثل ربما ما قرأته أنت في بعض فصول الكتاب تثري كثيرا يعني التأملات الموجودة في الكتاب. جميل، وربما توحي لك بمجموعة من الأعمال على صعيد العمل المقبل، وهذا هو هذا الأمر. طيب جميل، أستاذ أحمد اسمح لي أن نضع المشاهد في قلب الكتاب وأن نغوص إلى مادته وأن نتناول واحدة من هذه المواد. لك أن تنتقي الحج، الصوم، المرأة، ما تريد، ونرى ما هي الرؤية الثقافية المختلفة التي قدمتها في هذا الكتاب. دعني أختار مثلا موضوع المنطق. تفضل. أنا أعتقد بأن عقلياتنا الآن في ربما في العالم العربي ككل أسيرة منطق قديم ثنائي إما أو مئة أو صفر، ولم تتعود حتى الآن على المنطق الحديث في تعاملاتها مع الدنيا مع الحياة. ما هو المنطق الحديث؟ ما هو المنطق القديم؟ يجب أن تقرأ الـ 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 القسم الخاص بهذا في الكتاب حتى تدرك ما أقصده على الأقل أنا، وإلا الموضوع أكبر بكثير من أن يحاط به في فصل صغير. ولكن المنطق القديم منطق يقال إنه أرسطو اليوناني أول من أطره هو منطق سكوني صوري، أشبه كأنك ترى صورة فوتوغرافية لشيء. أسقط هذا المنطق حتى على قضايا المتكلمين، أسقطوه على قضايانا العقدية وفقهنا الإسلامي، ودفعنا ثمنا غاليا من وجهة نظري لهذه الإسقاطات. في تراثنا العربي والإسلامي هناك من حارب هذا النوع من المنطق واستطاع أن يوضح أو يكشف عوراته. طبعا في أوروبا طوروا المنطق الحديث، منطق ينبني على العلاقات بين الأشياء. جميل. يعني أضرب لك لو توجز فقط، يعني لأن الوقت نفذ مني، مثال بسيط. لو أن أحدا من أقرباء شخص ما أجريت له عملية في مستشفى ولم تنجح العملية، فشلت لا قدر الله، فسيطلق كلمة فاشل على هذا المستشفى وربما يصمه بعبارات أسوأ، هذا المستشفى مجزرة. منطق الحديث لا يستقيم لمثل هذه الأحكام التي تنبني على مقدمة ونتيجة، يبني على إحصاءات، على أرقام، مثل أن يقول كم أجرى هذا المستشفى من عملية وكم أخفق فيه من عملية، ملاحظة وقياس ونتائج وإحصاءات، علاقات على علاقات. وأنت تعتقد أن هذا المنطق مختف إلى حد ما لدينا؟ بدأوا يدرس مع ما يسمى بالرياضات الحديثة الآن اللي هي علاقات أكثر من ما هي سكون، ولكن إلى الآن لا أرى له أثراً. جميل، ونحن نرجو أن يحدث هذا الكتاب الأثر الذي ترجوه في المجتمع. الأستاذ أحمد السلطان صاحب كتاب تحريك الساكن، تأملات في الإيمان والإنسان، شكرا جزيلا لحضورك معنا في القناة الثقافية. شكرا.